الديوث الذي يرى المفسد في أهله ولا يتحرك به ساكن، هذا ديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة. المرأة المترجلة التي تمشي كالرجل وتتكلم كالرجل، هذا الرجل وهذا الشاب الذي يسير وزوجته معه وأخته معه وابنته معه وهي متبرجة وقد أظهرت مفاتنها، أظهرت شعرها وأظهرت جسدها وأظهرت يديها وأظهرت ساقيها، يا أيها الزوج يا أيها الأب، ألا تغار على زوجتك؟ الله جل في علاه يغار أن تؤتى محارمه جل في علاه. هذا الذي يسير مع زوجته وهي متبرجة وقد أظهرت مفاتنها، هذا يسمى في الشرع ديوث. يسمى ماذا؟ يسمى ديوث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وحسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع بالله عليك، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يا الله، قد خابوا وخسروا ورب الكعبة. الله لا ينظر إليهم يوم القيامة. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، يعق والديه لأجل زوجته ولأجل أبنائه. أعوذ بالله من هؤلاء الأزواج. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تمشي كالرجل وتتكلم كالرجل. قال النبي: والديوث الذي يرى المفسد في أهله ولا يتحرك به ساكن، هذا ديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ألا تغار أيها الزوج، أيها الشاب،